خلي بالك. فساد هو الشعار اللي كانت جماعة الإخوان بتدعي إنها بترفعه ضد كل أنظمة الحكم المتوالية في مصر. طب ما تيجي نفتح كده ملف الفساد داخل الإخوان ونشوف هل الجماعة بتحاربه جوه وبره زي ما بتحاول توهمنا، ولا بتحاربه بس حسب مزاجها السياسي ومصلحتها السياسية. الإعلان عن سقوط محمود عزت في قبضة الأمن المصري كانت مناسبة مهمة جداً للكشف عن فضائح الجماعة المالية والتنظيمية وظهورها على السطح من جديد، وعشان يكتشف الجميع أن الأساليب اللي بتدار بيها الجماعة بعيدة كل البعد عن أي مبادئ أو مصل وأخلاقيات بتدعيها. تهم صريحة وتفصيلية بالفساد المالي تلاحق الآن المجموعة اللي بتدير جماعة الإخوان، بداية من إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد ومحمود حسين ومحمود الإبياري ومحمد البحيري. دي المجموعة اللي بتحكم قبضتها على كل الحسابات المالية والتمويلات اللي بتيجي للجماعة من الدول والأجهزة اللي بتدعمها في الخارج. لكن بشهادات مسجلة بالصوت والصورة لكوادر في الإخوان، حميها طلع حراميها. فالتبرعات والصدقات الإخوانية والاشتراكات الشهرية اللي بيقتطعها أفراد الإخوان من قوتهم بدعوة مساندة الجماعة في محنتها، اتضح إنه بيتم استثمارها في زيادة الثروة الشخصية للقيادات دي ولأولادهم وعائلاتهم. الله، طيب وشباب الإخوان وعائلاتهم وأسرهم في الخارج اللي الجماعة استخدمتهم للحشد في رابعة، دول بقى اكتشفوا إن هم أصبحوا رهائن للتنظيم والقيادات في الخارج اللي بتساومهم دلوقتي وبتتحكم في مصيرهم وبتبتزهم بتوفير الوظائف والسكن ليهم وبتهددهم بترحيلهم وتسليمهم للأمن في مصر لو لزم الأمر. طيب وبالنسبة لأسر وعائلات وسجناء الإخوان ومسؤولية الجماعة عنهم بعد ما كانت السبب في تشريدهم؟ الإجابة واضحة وصريحة ومباشرة وفجة على لسان إبراهيم منير رأس التنظيم الإخواني الحالي. لسنا نحن لس جماعة الإخوان المسلمين هي اللي أدخلتهم السجن، ولم تكن جماعة الإخوان المسلمين هي بالضغط تجبر الناس اللي يكونوا إخوان مسلمين. يا سيد إبراهيم، أنت اليوم كأكبر رأس في جماعة الإخوان المسلمين تتخلى عن المسؤولية، تقول أنا ماليش دعوة ما دخلتهمش السجن، هم اللي يتحملوا، اللي عايز يمشي يمشي. بدأ الموسم الجديد للفضائح الإخوانية، وبدأت حرب تصفية الحسابات بين الجماعة وكوادرها. وفي موسم تصفية الحسابات الحقائق بتظهر والمستخبي بيبان، وبالتالي ظهر صدق كل الحقائق والوقائع اللي كان بيتكلم عنها الإعلام المصري والإخوان بيحاولوا يكذبوها طول المدة اللي فاتت علشان ما يكونش ده مصيرهم. موت اللي تقدر عليه تموت. دول كفرة، إذا رأيتموهم في الشوارع فاقتلوهم. اللي هيرشها بالمية هنرشه بالدم. هذه الجموع ستنفجر فيكم، هيكون في دماء، هيكون في سيارات مفخخة. الدعوة صريحة للقتل. سيصحونا في هذا اليوم. خلي بالك وخلي بالك.